بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم حول أضرار عشبة السنمكي. لم تثبت الدراسات والأبحاث أن لعشبة السنمكي أضرار بالغة في حال استخدامها بطريقة صحيحة دون الإسراف في شرب مغليها، ولكن هناك بعض التحذيرات من أضرارها إن أسيء استخدامها. ومنها ينصح بعدم شرب الأطفال دون عمر السنتين من مغلي هذه العشبة، لأنها تسبب الإسهال والمغص المزعج، ويستحسن عدم استخدام عشبة السنمكي لأكثر من أسبوعين على التوالي، فإن استخدامها لفترة طويلة يسبب اضطرابات معوية ومشاكل في الأمعاء واعتماد الجسم عليها للتخلص من السموم، وهذا على المدى البعيد قد يكون له نتائج سلبية في الإخلال بموازين المواد الكيميائية في الدم، وبالتالي حدوث أضرار في الكبد وضعف في العضلات لا سيما عضلة القلب. ولا يصح أن تستخدم الحامل والمرضع هذه العشبة لفترة طويلة، حيث أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين شرب هذه العشبة وبين التأثير على حليب الأم المرضع، وأيضا بعض التأثيرات السلبية على الحمل. وينصح بعدم استخدام الأشخاص المصابون بالإسهال أو الجفاف أو مرض كراون أو المصابون بالتهابات القولون والمعدة هذه العشبة، لأنها تزيد المشكلة سوءا. ولا يصح أن يستخدم هذه العشبة الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية والتي تتفاعل مع العشبة ويكون لها تأثيرها الجسيم على الجسم، كدواء الديجوكسين الذي يسبب مع العشبة نقص البوتاسيوم، وداء الوارفارين والذي يزيد مع العشبة الإسهال ويصل لخطر النزيف الداخلي، وغيرها الكثير من الأدوية. لذلك ينصح باستشارة الطبيب إذا كان الإنسان عم بتناول أي أدوية يستشير الطبيب. ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإلى اللقاء مع معلومة صحية جديدة.